السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Building Energy Software Tools أو BEST ده بيديني البرامج اللي هي خاصة بالاستدامة. فمثلا لو أنت بتدور على Building Automation، مجرد بتعمل سيرش يبدأ يعمل لك فلتر ويجيب لك الحاجات الخاصة بالبيلدينج أوتوميشن. ممكن تقول له أنا عايز حاجة بالإشباك سيستم، فيبدأ يجيب لك البرامج الخاصة بالإشباك سيستم ويجيب لك التقييم بتاعها ويجيب لك الخصائص بتاعتها. ممكن تقول له بقى انا عايز حاجه تشتغل على ويندوز لينكس، ممكن تدور على الحاجات اللي هي الفري، فيبدا يجيب لك البرامج المجانيه الخاصه بالاستدامه.